السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. الحلقة رقم 5 من سلسلة أغرب أنواع الثعابين في العالم. والنهاردة معانا نوع من الأنواع الغريبة جدا. معانا نوع ثعبان بيسمى ثعبان جذع الفيل أو أفعى جذع الفيل. هذا النوع متواجد بشكل رئيسي في جنوب شرق اسيا، وهو من جنس بيضم 3 انواع كلهم متقاربين لبعض. وده هنا الاسم العلمي، لو حد حابب ان هو يبحث اكثر عن النوع او ان هو يشوف فيديوهات للنوع يقدر يستخدم الاسم العلمي. ثعبان جذع الفيل اقرب بشكل كبير جدا الى جنس البوات. النوع ده من الثعابين بتضع صغارها على هيئة ولادة، يعني من الانواع اللي بتتوالد مش من الانواع اللي بتبيض. ايضا من الانواع اللي طولها قد يصل الى 2.5 متر، من الانواع اللي بتعيش دايما في الماء والمستنقعات، يعني نادرا جدا ان هي تبتعد عن الماء. وده لان هي حركتها خارج الماء بتكون بطيئة جدا لسببين. السبب الاول لان وزنها ثقيل جدا مقارنة بطولها، والسبب الثاني ان النوع ده من الثعابين لا يمتلك اي حراشف في البطن نهائيا. يعني معظم انواع الثعابين او جميع انواع الثعابين تمتلك حراشف في الظهر وحراشف في البطن، ولكن النوع ده لا يمتلك اي حراشف في البطن نهائيا. وزي ما حضراتكم شايفين الشكل العام بيشبه الكائنات الموجودة عندها ترهلات، ولكن هو ده شكله الاساسي ان هو جلده فضفاض. النوع ده ايضا من الانواع اللي بتستخدم جلودها في صناعة الشنط وصناعة المحافظ، وعشان كده النوع ده اصبح مهدد بالانقراض واصبحت اعداده بتتراجع بشكل كبير جدا بسبب الصيد الجائر لها. النوع ده من الانواع ليلية المعيشة، ومن الانواع اللي تتغذى على الاسماك بشكل رئيسي، من الانواع ايضا الغير سامة نهائيا. ففي الختام اتمنى ان اكون افدت حضراتكم، واتمنى دعواتكم معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.